هو اسمكم اسم مشروع مراق توزيع المنتجات البتروليه، هو اسمه كده طبعا الكاب هو جزء، عشان كده مهم هو بيحصل مراقبه على توزيع البنزين دلوقتي، بس في جزء اللي هيستخدم الكاب عشان تعمل مراقبه على المحطات على المستهلك من المحطه، هو ده الجزء اللي بيستخدم. انما احنا جاهزين دلوقتي الحمد لله ان احنا في اي وقت الحكومه تعمل ان شاء الله على التوزيع الخاص كده، احنا والبارتنرز اللي معانا والشركاء اللي معانا ان شاء الله جاهزين لاي وقت ان الحكومه تعمل اي حاجه.